المتدخل الموالي أية عودية بالخير محمد من جامعة غردايا، مبدأ الوضوح القانون. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. وبعد، سعيد جدا بتواجدي وإياكم في هذه الفعالية العلمية الهامة، طبقات كل من الباحثين البارزين، ومساهمتي في الواقع سوف تكون بمداخلة حول مبدأ الوضوح القانوني. في الواقع لا أدري إذا كنت ممكن أني أعرض المداخلة بشكل باوربوينت. إذا بالنسبة لمحاور المداخلة سوف تكون في محورين. المحور الأول هو مفهوم مبدأ الوضوح القانوني، الذي ينقسم بدوري إلى محورين قيمين نناقش فيه. أولا، مقتضى مبدأ الوضوح القانوني، ومن بعد القيمة القانونية التي يمكن أن يتخذها. وفي المحور الثاني نناقش دور القضاء في تكريس هذا المبدأ أيضا من خلال محورين: دور القضاء الدستوري ودور القضاء الإداري. بالنسبة للنقطة الأولى، مفهوم مبدأ الوضوح القانوني، هو على نحو عام يقتضي هذا المبدأ بأن تكون الأنشطة المعيارية للسلطات العمومية واضحة ودقيقة بالقدر الكافي لتمكين المخاطب بها من معرفة حقوقه والتزاماته بشكل سهل ومحدد. وهنا نشير إلى فكرة الأنشطة المعيارية ككل ولمختلف السلطات العمومية، سواء كان المسألة تتعلق بالنصوص الدستورية أو قانون عضوي أو قانون عادي، وصولا إلى اللوائح والأنظمة، بما يصل أيضا إلى القرارات والتعليمات والمناشئ. أيضا المجلس الدستوري يعرف هذا المبدأ بالعبارة الآتية، ويقول أن مبدأ وضوح التشريع يقتضي اعتماد أحكام محددة ولا لبس فيها. والوضوح القانوني في الواقع لديه جانبين: جانب لغوي يتعلق بصياغة النص بما يمكن المخاطب به من فهمه دون كبير عناء، وجانب قانوني يتعلق باتساق أحكام النص ومعياريتها وعدم تعارضها مع نصوص أخرى بما يمكن من تطبيقها بسهولة. النقطة الموالية وهي القيمة القانونية لهذا المبدأ، نعرج على ما هو عليه الأمر في القوانين المقارنة، بعد ذلك ما هو عليه الأمر في القانون الوطني. في فرنسا يتخذ هذا المبدأ قيمة دستورية، وهذا استنادا على أساسين. الأساس الأول وهو نص المادة 34 من الدستور، واعتبر المجلس السوري الفرنسي بأن الحكم غير المفهوم والذي يكون غير قابل للنتيجة يعد مشوبا بعيب عدم الاتصال السلبي، بمعنى أن المؤسس الدستوري إذا كان منح مجموعة من الصلاحيات لسلطة شرعية من شأن اشتراكات غير واضحة أن تنقل جزء من هذا الاختصاص بشكل إلى هيئة أخرى من اللوائح أو من خلال التفكير. ممارسته إصلاحيته يعني إصلاح شركات أسفل هو اعتماد على القوانين والتنميات وفي الوقت القيمة الدستورية كما أن هذا العلم يعد ضروريا لممارسة الأساس الأول وهو أساس مباشر واضح من خلال ديباجة دستور التي قيمة الأفاضل بأن مبدأ الوضوح القانوني هو جزء أو مبدأ فرعي من الأمن القانوني. أكمل هذا المبدأ ديباجة بموجب الأخير من المدى 34 حيث أن الأمن القانوني تصدر الدولة عند وضع التشريع المتعلق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستراحه. أما الأساس المبتدئ إسقاط ما حكم به قرار مجلس الدستوري الفرنسي بفق قاعدة عدم الاختصاص السلبي. النقطة والمحور الثاني يتعلق بدور الرقابة القضائية في تكريس مبدأ الوضوح القانوني. بالنسبة للرقابة الدستورية في فرنسا، نجد أن المجلس الدستوري الفرنسي قد أقر بعدم دستورية مادة تتعلق ب
قانون تعزيز احترام مبادئ الجمهورية، المادة 26 منه، من مشروع هذا القانون، كانت تقضي بأن لا يمكن منح قانون الدخول أو الإقامة ويمكن أيضا سحبها لكل من يثبت دليل على رفضه لمبادئ الجمهورية. هذا المصطلح الواسع رفضه المجلس السوري اعتبارا من أن المقصد في المادة السورية المتعلق بقابلية الوصول إلى التشريع وجلائه تفرض على المشرع سن أحكام دقيقة كفاية وصيغ لا لبس أدنى اعتماد أحكام تسمح بتحديد السلوكيات التي تبرر رفض إصدار جديد تصريح الإقامة أو هذا التصريح الإقامية يمكن بالاقتصار على الإشارة إلى مبادئ الجمهورية كل مبادئ من التوضيح بالتعليم فإن أعتقد المقصد في المدى السورية الإمكانية تقول قانون لأيه يكون الحاجة إلى النظر توجه أن المادة 26 الدستور في القرار إداري أما فإن أيضا إذا كان تم إقرار الدستور هذا المدى وأعتقد إلى الأمن القانوني وفي حكم الأمن القانوني على الدستور القضائي إن غير شرط لأي قرار هذه أو هذا المقصد اللي هو فإنه هو مشروع خصوصا في ركن المحل ومجلس الدولة اعتبر هذا هذه بداية 2013 بحيث أن أدغى الجزئية المرسوم خلف هذا المقتضى. في الجزائر لم نقف على قرار بهذا الخصوص صراحة لأنه يمكن تأسيسا على الاعتراف بهذا بقيمة الأمن القانوني على مستوى الدستور وأيضا مجلس الدولة الجزائرية اعترف بهذا المقتضى الأمن القانوني فإنه تفريعا عليه أو بالتعدي فإنه أيضا يمكن أن يعتبر مبدأ الوضوح القانوني كأحد جوانب المشروع. خاتمة في الأخير طبعا قلنا أنه هذه هي بالنسبة للقانون الجزائري هناك أساسين لاعتماد هذا المبدأ ولكن في التوصيات نوصي بأن تلعب السلطات التشريعية دورا كبيرا في إقرار هذا المبدأ لا سيما الجهات المخولة بمسألة الإخطار والدفع بعدم الدستورية. وشكرا.